حمو بيكا للمهندسين والأطباء، مش ذنب إنكم مش ناجحين، واللي يبص لغيره بيتعب. أنا محمد إبراهيم ودي قناتي. لو أول مرة تشوف القناة أتمنى إنك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن حمو بيكا في لقاء تلفزيوني اتسأل سؤال صريح جدا. المذيع سأله وقال له: أنت ما بتزعلش لما الناس تكتب لك أنا يا عم مهندس ومرتبي ما يجيش حق 1% من اللي بتكسبه، ولا دكتور يقول لك انا مرتبي كذا وانت بتكسب ليل ونهار ومتعملش حاجة مفيدة؟ رد حمو بيكا على المذيع وقال له: انا مالي ومالهم، هم هيفضلوا طول حياتهم يقولوا كده وعينهم مش هتتملي، علشان اللي بيبص لغيره بيتعب. ويا عم خليني انا مهندس ولا دكتور مكانك، على الاقل كنت هلاقي اهل من الاول يصرفوا عليا ويخلوني متعلم كويس. انا من صغري وبادئ من الصفر، ما تصرفش عليا حاجة، انا تعبت ونحت في الصخر علشان اوصل لده. شغلوا انتوا دماغكم بس وانتوا هتكونوا حلوين، انتوا ما بتعملوش حاجة، ولو بتعملوا حاجة بضمير ربنا هيكرمكم. ايه رأيكم بقى في كلام حمو بيكا ده؟ اتمنى تكتبوا رأيكم في التعليقات.